يا صبر، ها في جديد؟ كلمتها 1000 مرة تليفونها مقفول. عديت على عبير في المستشفى قلت يمكن الاقيها هناك. هعمل ايه يعني؟ هلف على بقيه المستشفيات يا اما هبلغ. شوف انت بس المستشفيات اللي حواليكوا وابقى طمني، وانا لو وصلت حاجه هبلغك. بسرعه صبر. سلام. البنت غير الولد في الحكايه دي. البنت لما بتتجوز بتسيب بيت اهلها وبتحس بالمسؤوليه وبتحس انها ما ينفعش تغلط حتى لو كانت غلطه صغيره. قلب الاخ زي قلب الاب، ممكن يساعي اي غلطه، لكن الزوج حاجه تانية، ما يقبلش ابدا اي غلطه. على قد ما حبيتك يا صفية زي بنتي، على قد ما اكتشفت انك اكتر من كده. يا رب.